قليلا ما نسمع في وقت كهذا عن صغار تركوا ما يلهيهم واختاروا طريق القرآن والعلم الشرعي، وقليلون من يكمل هذا الطريق وإن بدأوه. تميم، ورغم حرمانه الكثير مما قد يحصل عليه أطفال في سنه ولم يحصل إلا على القليل مما يريده أي طفل، إلى أنه ترك ذلك القليل واختار القرآن الذي يعني له الكثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. جئت من جبل حبشي بلاد الوافي، أتيت إلى هنا كي أتعلم القرآن الكريم والعلوم الشرعية ثم أكمل بقية الدراسة الثانوية. طبعا الطالب تميم محفوظ دخل في بداية هذا العام وأخذ شهر في التلقين، ثم بدأ بالحفظ، وكان من أول ما وصل إلى عندي في الحلقة عرفت فيه الحدة في الحفظ والقدرة على الحفظ السريع، وكذلك البداهة موجودة. فمن أول يوم عرفت بأنه سيكون إن شاء الله من الطلاب الممتازين. نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. رتب معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشف الضياء. بدأ الحافظ رحلة القرآن بجهد ذاتي حين صنع مع زميل له جوا لم يكن موجودا في قريته هناك في جبل حبشي، حيث لم يكن هناك مركز لتحفيظ القرآن ولا حتى حلقة للحفظ. بدأت أنا صديقا لي اسمه خالد علي حفظه الله، كان يشجعني على الحفظ. كنا نحفظ بعد الفجر ثم نراجع بعد العصر، والحلقة بين المغرب والعشاء. من وحي الرحمن وربك يمنحها. حفظ مع زميله 5 أجزاء قبل أن تأتي الفرصة بإنهائه للصف التاسع ليقرر ترك القرية وترك الأهل والرفقة باحثا عن حفظ القرآن وطلب العلم، فكان له ما أراد. طبعا بدأ بالحلقة في أول العام، إلى الآن 6 أشهر ووصل إلى سورة الأنعام، يعني تجاوز الخطة كثير جدا. هو الأصل أنه يكون الآن في الجزء 8، لكنه الآن في الجزء ما يقارب 23، وبهذا يكون تجاوز الخطة بشكل ملفت وكبير. طبعا في الحلقة يحفظ كثير، يحفظ إلى 6 أوجه، إلى 5 أوجه، بعض الأحيان إلى أكثر، ومراجعته كذلك مستمرة، يعتبر ممتاز بهذا الجانب جدا. أقوم قبل الفجر بربع ساعة، نجهز الصلاة ثم نذهب إلى الجامع، نراجع نصلي، ونراجع بعد الصلاة للساعة 6 تماما، ثم نذهب لتناول وجبة الصبح، ثم نستعد الدراسة إلى المدرسة، ثم نذهب إلى المدرسة إلى الساعة 11:30، ثم نرجع إلى السكن، نغير ملابس المدرسة، ثم نذهب إلى الجامع إلى بعد الظهر، ثم نرجع إلى السكن لنتناول وجبة الغداء، ثم نقيلل قيلولة، ثم نتجهز لصلاة العصر، ثم إلى الحلقة، بعد المغرب والعشاء راجع في الجامع، ثم نرجع بعد العشاء نذاكر للساعة. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما،
اتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمه. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حبا. هو هنا متفرغ للقرآن والعلوم الشرعية مبتعد عن الرفقة من غير المركز يزور أهله كل شهر ونصف أو يزيد ولا يجد في ذلك مضاضة فالقرآن أهم ما يملك ارتبط بالحلقة ارتبط يعني لا أذكر أنه غاب أو تعمد الغياب إلا لعذر تقريبا مرة أو مرتين خلال فترة كاملة منضبط بالحلقة يوميا بالحضور يوميا كذلك بالالتزام بالحفظ والمراجعة المقررة كذلك وسط الحلقة ملتزم حيث يعني يتبع كل الإجراءات كل النصائح كل كذا في الحلقة ويمشي بشكل ممتاز ده عندنا منهج في العلوم الشرعية مصاحب لدراسة وتحفيظ القرآن الكريم فالفقه الميسر في الفقه في السيرة كتاب الرحيق المختوم في النحو التحفة السنية وفي التجويد وأمور أخرى موجودة في خطة المركز الصيفي التي يدرسون فيها جانب حفظ القرآن الكريم وتعلم بعض العلوم الشرعية مثل السيرة ومصطلح الحديث فقه السنة بالنسبة للأخ الطالب التميم متميز في انضباطه عنده هدوء إيجابي يلتزم اللوائح والأنظمة دون أن يحتاج إلى كثرة أوامر أو متابعة من المشرفين والإدارة داخل المركز فهو يخرج إلى صلواته مبكرا يقوم ويذهب إلى المدرسة مبكرا يلتزم بمواعيد المذاكرة بمواعيد حضور الأسمار الثقافية والمحاضرات التثقيفية يلتزم بهذه الأمور دون كثرة متابعة عنده إيجابية في تنفيذ ما يطلب منه دون أن يتعب المشرف أو الإداري داخل السكن بمتابعته حان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان ليس له من الأصدقاء سوى من يدرسون معه هنا أما وقته فلا يقضيه سوى فيما جاء من أجله وهو العلم الشرعي يخرج حافظ القرآن هذا واحد دارس في الدراسة النظامية يتخرج من ثالث ثانوي يأخذ بعض العلوم الشرعية اليسيرة التي نعطيها لهم وقد ذكرت لك بعض الأسماء منها عندنا بعد ذلك مركز الإمام أحمد بن حنبل للعلوم الشرعية بعد ثالث ثانوي إذا أحب أن يلتحق فيه ليدرس فيه بقية العلوم التي يمكن تؤهله أن يكون عالم في العلوم الشرعية وعندنا مركز في القراءات مركز الرحمن للقراءات ممكن يواصل فيه لأخذ الإجازة بالسند ثم بعد ذلك القراءات السبع إذا أتينا على الخطة طبعا الموضوعة من المركز هو أن يختم يعني حتى الآن لم يتجاوز نصف المدة التي المحددة له باقي للنصف ترم لكنه إلى الآن واضع خطته أنه يختم في نصف المركز في آخر المركز الصيفي الذي ابتدأنا به اليوم وسينتهي في 10 رمضان وإن شاء الله يكون طبعا هو قادر لكن أنا حريص على أننا أؤخره شوية من أجل المراجعة أما قدرته بالحفظ فعنده قدرة يعني مبهرة جدا كنت أحفظ بعد الفجر وراجع بعد الحلقة وبعد المغرب العشاء من المغرب العشاء رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعالى تسكن نفسية تميم طمأنينة وسمت كبير لا يتحدث كثيرا
ولا يشكو منه الآخرون، وكل همه أن يتعلم القرآن وفق منهج الوسطية التي ضل الكثيرون عنها. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المنهج الذي يدرسه عنوانه ومحتواه الوسطية، ثم بعد ذلك المشائخ الذين يدرسون بعيدين عن التطرف، هم وسطيين ويدرسون الدين الإسلامي أو العلوم الإسلامية الشرعية الصحيحة التي ليس فيها تطرف ولا تشدد، وسطية في منهجهم وتعاملهم، والمنهج نفسه هو منهج وسطي الذي يدرسونه في العلوم الشرعية. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. هم تميم أن يصبح طبيبا وداعية إلى الله، يعلم الناس ما جاهلوه ووصله، ويبصرهم بما خفي عنهم فأدركه. إن شاء الله بأمر الله أكون طبيبا، يعني أتمنى أن ولما أروح للقرية رمضان أن أكون إماما وألقي خواطر بعد صلاة العشاء بعد التراويح. تميم أظن يعني وأشاهده الآن أنه عنده القدرة أنه يخطب، أنه يتأمم، أنه ما شاء الله صوته تمام وأداؤه كمان يعني نوعا ما تمام، يؤهله بأن يكون إمام وعنده القدرة، وشخصيته كذلك شخصية قوية يستطيع أن يتأمم، لا يخاف يعني من يعني ليس عنده الحياء اللي بيمنعه عن الإمامة وعن الخطابة وعن عنها أن توجه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى النصح الآخرين. يدرس هذه الأمور مثله مثل زملائه، ويستوعب هذه الأمور بجدية وبطريقة يعني ممتازة، يعني ممكن يحصل يعني درجة امتياز في تحصيله التعليمي لهذه المواد الشرعية. أنا أنصحه أن يستمر، وأقول له بأننا بصراحة درسنا طلاب كثير لكن شخصيته وعقليته عقلية غير، يعني عنده القدرة وعنده الشخص يعني عقليته حادة سريع في الحفظ، عنده البديهية كبيرة، فأنصحه أن يستغلها. اشترك تميم مع الكثير من دارسي القرآن الكريم بأنه يحاول حفظ كتاب الله عز وجل، وهو الآن قريب من ذلك، قريب من ختم المصحف، ربما يختمه في شهر رمضان المبارك، كما قلنا في أكثر من حلقة بأننا نصور هذا البرنامج قبل شهر رمضان. لكن تميم يختلف عن الكثيرين بأنه ابتعد عن أهله، عن بيته، عن صحبته، عن قريته أيضا، لا يزور أهله إلا كل شهر أو شهرين أحيانا، وذلك من أجل التفرغ للقرآن الكريم وللعلوم الشرعية. لديه الكثير من النوايا والطموح بأن يكون عالما وأن يكون مقرئا وأن يكون أيضا داعية إسلامية وشيخا من شيوخ الإسلام. نتمنى لك التوفيق تميم، أنت قطعت شوط كبير زي ما قال المدرس، وإن شاء الله شهر رمضان الآن يمكن ما تبث الحلقة إلا وأنت قد ختمت القرآن إن شاء الله. وقبل ما تختم القرآن قناة السعيدة حبت تكرمك وتعطيك هذه الهدية، تفضل، ألف مبروك مقدما.